بيت تفرحوا ولا شي الوطن راه فرح الحاج ما فرح حشمو قالك ما عندناش الوجه باش ولكن كاين اخرين اللي عندهم الوجه باش يجرب ولذلك هذه رساله فعلا كل واحد راكم جيتم بنات كثيره نقول نقول يا مودي اللي بغى يرجع للصفوف ديال الحزب او يدوب على اللي كانوا عندنا شخصيات بارزه ما نذكرش الاسماء ديالهم لان الى ذكرت بعض غادي ننسى اخرين وغادي يبقى فيا الحال نبداها بالشمال كانوا عندنا ممثلين صحاح طنجه كانوا عندنا ممثلين صحاح الحسيمه ما نذكرش الاسماء كانوا عندنا ممثلين صحاح في الناظور كان عندنا ممثلين دابا كيجيو بالي وإلا سمحوا لي لا تقطع وصلت لحفير لحفير كان عندنا واحد السيد شخصية كبيرة مع السعد الله مشينا حضرنا العزاء ديالنا جوال الظهر سمعنا العيال كيغوتو بالدراري اش كاين قالوا خوجة وكيضربوا بالحجر قالوا له انت اللي سببت الموت ديال البال خو مش عارف السياسه كي دايره خو خدي وسبب لهم الفقسه مات مين مشينا ندفنوا في العصر ما نذكرش الاسماء الله ما خلاه يقلب القبر ديالو باش تعرفوا السياسه اللي دايره شت الخو يخون خو شت الاب يخون من ولده الولد يخون الخو يخون خو سامحهم الله كاين اللي ضربناه وندمنا لانه المصير ديالو ما كانش ولذلك هذه الناس بغينا نخفوا الناس مزيانين نزيد نكمل وجدا كان عندنا ممثلين فهلا قال سيدي يحيى حتى وريت قرسيف جرالة 22 عام وانا نائب ديالي عندي 65 كيلو متر ديال الحدادة مع الجزائر واحد النهار جا واحد سمحه الله كان عندنا اجتماع في تويزيت وغادي نتولي غادي بالسيارة ديالنا وتوش وطاحت الشمس طاحت الشمس ضربت ظلام مزيان اللي كنت نعرف المنطقة وصيفتي جيولوجي فين غادي غادي نتولي نخلينا للطرف الجزائري والجزائري المعلومين باش يجيو يقبضوني وانا وزير لما رجعوا قال لك هذه هي الرجلة قلت له اللي خلف الجبل إلا قبضوني ولي رهينة اش غادي نقول لخوتي اش غادي نقول للمعلم باللي خليتهم الدولي المهم رجعنا ذكريات كترجع بوحدها الحمد لله راه باقي معنا ملي متحرك راه معنا واحد اخر